والمرأة سواء كانت عربية سودانية في كل المحافل نجدها حاضرة متألقة متميزة بنجاحاتها شكرا وبإنجازاتها. شكرا شكرا. تكلمي طيب، خلاص سكتت. فأنت بتتحدثي عن المرأة، فأنا بحس إنه أنا مرأة، فكل ما أسمع الحديث عنها فبحس إنه أنا فخورة، أنا مبسوطة جدا بالإنجازات بالنجاحات بالتمكين حق المرأة في المجتمع. يعني المرأة هي أم، وهي قادرة إنها تربي وتولد وتحتوي الناس وتعيش مشاكل في ظل الحاجات دي كلها، وتأوي أسرة كبيرة جدا في ظل عرش يكون فيه سعادة وحب وأمان. يعني إحساس جميل، تخيل إحساس جميل. وأنا بحس إنه مش جندرة، لكن بحس إنه المرأة متميزة في إنها زي ما قالت أنسام كونها قادرة تكون تتكيف مع كل الظروف المحيطة حولها. يعني أصعب ممكن تكون آلام في الكون هي آلام المخاض أو آلام الولادة، هي نعم. قادرة تتخطى كل الآلام بمجرد ما تشوف طفلة وتبتسم له الابتسامة الأخرى. هي قادرة أن تكون رغم الوجع أم والألم. معلمة مربية وتمثل حتى دولتها خارج بلدها، يعني سواء كانت سفيرة في أي دولة صحيح. من دول العالم. أول حاجة هنا خلينا نهني الأردن، دولة الأردن بأنه عندها شخصية متميزة جدا، كرمت ما بين أفضل 25 شخصية في العالم العربي. فهنيئا لكم أخواتنا في الأردن على دكتورة ريندا عمايري. يعني نعم. حقيقة أنا حاسة كل الأردنيين بدكتورة ريندا. نعم، هي شخصية مؤثرة جدا. احنا هنتعرف على التأثير اللي هي كرمت من أجله من خلال 25 دولة عربية كنساء مؤثرات، ونشوف ذاته التكريم كان طريقته كيف. وهنيئا لها وهنيئا لنا نحن في برنامج صباحات طيبة إن هي تكون ضيفتنا. أنسة الجميلة اللي دايما منورانا دكتورة رندا عمايري، هي مستشارة بوزارة الخارجية الأردنية. أهلا وسهلا بك، صباح الخير وألف مبروك التكريم. الله يبارك فيكم ويسعد صباحكم، صباحات طيبة الجميلة. يعني أنا عاجزة عن الشكر لكم على هالمقدمة الرائعة الجميلة، يعني أعطيتوني أكثر من حقي. الله يبارك فيكم يا رب. الله يخليكم. يعني إلي الفخر والعز أني أنا أكون في برنامجكم العظيم الرائع، يعني وإني أمثل المرأة العربية خير تمثيل إن شاء الله من الأردن. المرأة هي نص المجتمع، يعني زي ما نقول، وهي بتنجب النص الآخر. فإحنا مستحيل إنه ننكر دور المرأة في المجتمع، نقلل من أهميتها، نقلل من احترامها، نقلل من وجودها. فهي الأم اللي بتربي المجتمع، فهي الابنة، هي الزوجة، هي يعني عماد الأسرة إحنا بنعتبره، والأسرة هي عماد المجتمع. فإذا أنت أصلحت الأسرة أنت أصلحت المجتمع أكمله. فهنيئا للي عنده من النساء مثل النساء العربيات اللي هن لنا فخر وعز وكرامة في كل العالم العربي حقيقة. تعيش يا رب. تعيش. شكرا لك. ويعني هنيئا لنا نحن زي ما قالت أنسان بأنك ضيفتنا في صباحات منورة قناة طيبة الفضائية. أحكي لنا عن رحلتك لجمهورية مصر العربية اللي تكرمتي فيها. نعم. ما بين 25 أو أفضل سيدة أفضل ناجحة. نعم. ليكي بصماتك الواضحة والمؤثرة. نعم. ما بين 25 سيدة في العالم العربي، كلمينا عن رحلتك. الله يخليك. يعني أنا إلي الفخر والعز أني أكون معاكم اليوم، شكرا كثير على هذا البرنامج الجميل الرائع اللي حقيقة هو ما بيمثلني، هو بيمثل كل مرأة قيادية على مستوى الوطن العربي، بيمثل كل النساء اللي هن تكرموا في هذا التكريم الرائع العظيم اللي كان بدعم من مجلة دبلوماسي برعاية جامعة الدول العربية. تم تكريم 20 سفير وسفيرة في ذلك الحشد الكبير، المؤتمر الهائل. كان التكريم من وزيرة التعاون الدولي الموجودة في مصر، كما تم تكريم النساء أو الرجال اللي هن كانوا مؤثرين في بلدانهم. فمن السودان تم تكريم السيد أسامة فهمي وسعادة الدكتورة بدرية سليمان، أيضا شفتهم هناك. نعم. وكل التحية لهم في هذا البرنامج. نقول لهم ألف مبروك. نعم ألف مبروك لهم. هذا البرنامج كان كتير رائع جدا، يعني بترك أثر وبصمة للمرأة العربية أينما وجدت. المرأة العربية التي يجب أن تمكن في جميع الميادين، في الميادين الاقتصادية، في الميادين السياسية، في الميادين الاجتماعية. ما بننكر دور المرأة إحنا في تربية أبنائها، في تربية أنها تجد نشأ جميل رائع في الأسرة. المرأة في السياسة، المرأة أصبحت وزيرة، المرأة أصبحت نائبة. نعم. المرأة أصبحت في القيادات العالية كمديرة عامة مثلا. فمن البصمات الرائعة اللي يعني تركتها أنا في الأردن وعلى مستوى الوطن العربي هي كتير. إحنا كنا نروح على المخيمات، في مخيمات فلسطينية عندنا تقريبا 13 مخيم وبحالة ماسة إلى التعاون والدعم والمساندة من جميع أفراد المخيم.
المجتمع. فكان ضمن المسؤولية المجتمعية التي بتقتضيها إحنا إلنا إنه نساعدهم، نبعث لهم مثل طرود خير. في كل شهر كنا نروح على واحد من هاي المخيمات، ويوجد الآلاف من الفلسطينيين اللي هنا بحاجة إلى المساعدات والمعونات. أيضا في بداية الشتاء كنا نبعث لهم أعداد كبيرة من الشاحنات، من الحرامات، من الألبسة الشتوية. هو الواحد يعني ما بيحب يحكي، لأنه في جزء من عمل الخير كمان. نعم. كان جزء مجتمعي. نعم. نعم، لأنه الوضع الموجود في المخيمات بحاجة ماسة حقيقة للمساعدة والمساندة. الجزء الكبير أيضا اللي كنا يعني إحنا ترك بصمة جميلة يعني عند أفراد الشعب الأردني وعند جميع الناس اللي سعدوا لتكريمي، هو إنه كنا نمثل إحنا الأردن خير تمثيل في المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية. من المؤتمرات العالمية الدولية مؤتمر الدولي للطفولة الذي كان يسعى إلى تكريم وتمكين المرأة والطفل في الوطن العربي، وقد تم قيامه في تونس، وأنا مثلت خير تمثيل في ورقة نقاشية عن تمكين المرأة والطفل في المجتمع، اللي هو ده حيكون محور نقاشنا وموضوعنا اليوم، تمكين المرأة في المجتمع. نعم نعم، هذا يعني موضوع رائع جدا ويجب تسليط الضوء عليه حقيقة. زي ما حكيت انه المرأة هي ليست نصف المجتمع، صحيح، فهي تنجب النصف الآخر. يعني اذا انت اعددتها خير اعداد فانت اعددت الشعب كله. في بيت شعر هيك يذكرونا فيه، عادت عن الأم مدرسة، إذا عادتها عادت شعبا طيب الأعراق. فحقيقة يعني الأم هي كل المجتمع أنا بنظري، يعني حقيقة لها دور الكبير. من الأدوار الكبيرة كمان اللي تركتها وإلها بصمة واضحة جميلة كانت غير المؤتمرات، هي التدريب. التدريب في كافة أمور التربية الإدارية والتنمية البشرية والموارد البشرية. كنت أروح على جميع كتير من الدول العربية، مثلا في دبي، في الشارقة، في الكويت، في السعودية، في السودان. هون كمان دربنا في بروكسل، في لندن، في أنحاء متعددة من الوطن العربي ومن العالم. تركنا بصمة جميلة، بصمة جميلة للإنسان الأردني، للمرأة العربية كمان بشكل عام، على إنها هي قادرة على العطاء، قادرة على العطاء في جميع الميادين اللي بتختص في المرأة وفي الطفل وفي أمور الحياة الإدارية. يعني هلأ صار إحنا زي ما حكينا في حلقات سابقة، التواصل الاجتماعي، تأثير في الناس، كيفية استقطاب الناس، كانت هاي من المواضيع جدا اللي كانت شيقة وكنا إحنا بنحكيها حول العالم. جميل. فالبصمات اللي متروكة بصمات يعني الحمد لله رائعة وجميلة. فكان الإنجاز والتكريم من بين 25 شخصية مؤثرة من الوطن العربي كان تكريمي. بالتوفيق. الله يبارك فيكم. الله يخليكم يا رب. تسلم. تمكين المرأة اللي نحن بنتكلم عنه اليوم، دايما نشوف تمكين المرأة في المجتمع. نحن من قبل بنتكلم عن المرأة وبنقول إنه ما بننكر دورها، في إنه هي دورها فعال، أصبحت رائدة، هي مدرسة ومعلمة، وهي سياسية الآن، وهي عندها مناصب قيادية. يعني صحيح. بجانب الرجل يعني بنلقى إنه خلاص أصبح ما في فرق ما بين إنه دي امرأة أو دي رجل، حتى في المناصب. نعم. بتلقي في المنصب إنه هي عندها مناصب سياسية، فدور المرأة وتمكينه إذا كان في المجتمع كيف هي تقدر تحافظ عليه، وكيف هي تقدر تصل لإنها هي تكون في المجتمع عندها بصمة وعندها دور وتأثير. نعم، هلأ جدا كتير مهم التعليم للمرأة. إن أنت يعني أي حدا أحسن تربية بنت عنده أو أحسن بناته أو أحسن تربيتهم ونشأتهم في التعليم، فأنا أتوقع أنه كل بنت عنده رح تكون قيادية في المجتمع، قيادية في أسرتها. نعم. قيادية في المحيط اللي هي حواليها. فمن أهم الأمور اللي بتحافظ على المرأة هي أنك أنت تعلمها، تعطيها كمان من الأدوات من المساعدة والمساندة لأنك أنت تكون وراها عشان هي تقدر تستند بظهرك. هاي أنا أتوقع هي أهم الأمور اللي لازم عمليا أنها تكون لتمكين المرأة. كمان من الأمور العملية لتمكين المرأة هو إزالة العنف اللي بيسري حوالين المرأة. العنف اللي هي أنها ما بتقدر هي تصرح عن رأيها بكل صراحة، خاصة إحنا في عالمنا العربي، في بعض الدول العربية هناك حدية بالنسبة للمرأة، إنه الرجل هو كل شيء. وأن حتى في المناصب يعني المرأة تكون مساوية للرجل في بعض المناصب، لكن الرجل بيكون ماخذ هالراتب أكثر من المرأة مثلا. ليش ما في مساواة بنفس الراتب مع أنه التنين في نفس المنصب؟ لا. هذا يعتبر من أحد أسباب أيضا العنف. أيضا يجب أنه تمكين المرأة وإعطائها حقها في الإرث. بتعرفي الشريعة الإسلامية يعني ما خلت مجال من المجالات إلا كرمت فيه المرأة. المرأة في عهد الرسول كانت هي الطبيبة وهي المعلمة وهي كل يعني كانت هي المساندة للرجل، وهي التي تدعم الرجل وتدعم أبيها وتدعم زوجها وتدعم أخيها. فإحنا هاي الأفكار العظيمة اللي موجودة كانت واللي علمنا إياها قائدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ما نتركها ونرجع لها، هي مآثر عنا في ديننا، مآثر عنا في عاداتنا وتقاليدنا حتى نرجع لها. فأنا أتوقع إنه إذا رجعنا لها رح ينصلح العالم كله وينصلح وضع المجتمع، خاصة العالم الإسلامي.
شاء الله. طيب من خلالك او من النقاط اللي انت ذكرتيها تعرفنا الان على كيفيه تمكين المراه في المجتمع، لكن سؤالي شو ممكن من المعوقات اللي بتعيق تمكين المراه في المجتمع؟ نعم، من التحديات الكبيره للمراه حقيقه في المجتمع، يعني بديش اقول خاصه العربي وعامه في العالم، يعني هاي حتى موجوده بالنسبه للعالم، هي نظره العالم للمراه انها اقل قدرات من الرجل. فانا يعني بحكي انه هي ليست اقل قدرات، وانما يجب النظر عليها خاصه في القرن الاخير هذا على انها اصبحت مع التعليم وبالتمكين وبالتدريب تساوي الرجل في كثير من المهام. صحيح. فلماذا النظر اليها بنظره دينونيه اقل من الرجل، وخاصه في الراتب زي ما انا حكيت، حتى في النظره الشموليه بالنسبه لارائها في كثير من المواقع الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه. احنا مثلا في الاردن وعندكم في السودان وإلنا الفخر، وفي لبنان هذيك المره عينوا 4 وزيرات، عندنا احنا في الحكومه 6 وزيرات موجودات، فهذا فخر للمراه الاردنيه اصبحت ايضا تعتلي مناصب عاليه مثل انها تكون وزيره، في عندنا المراه الاردنيه السفيره، في عندنا كمان المراه السودانيه السفيره. صحيح. في عندنا المراه السودانيه الوزيره، فاصبحت يعني وكل الدول العربيه ايضا في بتلاقي الوزيره والقائده والمدير العام، اعطائها حقها اللي يجب ان تكون فيه، تقليل من شأنها والتقليل من الدور التي هي بتعمله في المجتمع هذا خاطئ، فيجب إعطائها الحق الذي يجب أن تأخذه، يجب تعزيزها، يجب مساندتها، يجب دعمها من أبوها، من أخوها، من زوجها، لأن بتعرف المرأة كائن عاطفي. صحيح. يعني زي ما بنقول إحنا خفيف الظل وقليل الضلع، فيجب أنه دائما مساندتها ودعمها، وإلا يعني أنت إذا ما دعمتها ما بتدعم الأسرة وبالتالي لا تدعم المجتمع. أكيد. نحن إذا تكلمنا عن دور المرأة وتمكينه من خلال المجتمع، بنلقى من تربيتها لأطفالها لبيتها احتواء عليهم، كيف تقدر تطلع جيل متعلم، أطفال قادرين واعين، ده دور كبير جدا في المجتمع، في إنه أنت بتطلعي مجتمع وجيل مختلف يقدر يتعامل مع كل الاختلافات اللي موجودة في الحياة. فده أكبر وأعظم دور ممكن يحصل لكل مرأة، هي قد تكون ما عاملة ولا شغالة ولا موظفة ولا عندها مناصب، لكن منصبك داخل البيت هو ده ممكن يكون أكبر منصب بالنسبة لك. نعم. شوفي هالأيام كمان أنا بساعدك بهذا الحكي وبثني على كلامك أنسام، إنه هالأيام مع صعوبة الحياة ومع غلائها صارت المرأة صح هي أكبر دور بتقوم فيه هي الأمومة. صحيح. هي تربية النشأ، تربية أطفالها، تعليمهم. نعم. إحسان تربيتهم على العادات والتقاليد والدين السمح، لكن كمان أيضا لما بتلاقي إنه الرجل لم يستطع لوحده إنه يكفي بالأمور المالية الموجودة في البيت، فأصبحت أيضا المرأة تساعد زوجها، تساعد. صحيح. أبيها، حتى تساعد أخيها أحيانا في الأمور المالية، وهذا ليس خطأ. يعني إذا هي كانت قادرة على أنها تشتغل في الخارج وفي الداخل بمساندة زوجها أو بمساعدة أبيها وإخوانها، فأنا بقول إشي مش خاطئ، بالعكس إحنا بحاجة للمرأة اللي بتكون كمعلمة. مين يعلمنا؟ إحنا نسائنا، فإحنا بحاجة لمعلمات. مين إحنا يعالج أبنائنا وبناتنا؟ فإحنا بحاجة إلى طبيبات. فالمرأة يجب أن تكون برأيي في جميع الميادين، كطبيبة، كمهندسة، كعالمة، كمدرسة في الجامعات، حتى مدرسة في المدارس، إحنا بحاجة إلى في كل الميادين. فزي ما حكينا هي نصف المجتمع، فهذا النصف مين يدرسه؟ هذا النصف مين يتابعه؟ صح ولا لا؟ فإذا إحنا بدنا إياها تكون حتى من الوجهة الأخيرة إنها أفضل أنواع التعليم وأحدث أنواع التعليم إنها تأخذه من أهلها. في بعض المرات أنا بقول حتى لازم نأهلها أكثر من الرجل، لأن الرجل أنت وين ما بتحطه بيشتغل، بس المرأة ما بتعرف شو الزمن اللي بيجي عليها فيه. صح ولا لا؟ صح. فيجب عن جد حقيقة تمكينها، كل التمكين وخاصة التمكين الاقتصادي. جميل. من نفس النقطة دي أنا حأتكلم عن إنه المرأة برضو ممكن تكون قادرة على تدبير أمور البيت وأمور الحياتية من أبسط المقومات أو من أبسط المكونات اللي ممكن تكون موجودة. نعم. عندها في البيت في ظل الظروف الاقتصادية اللي ممكن تكون صعبة. أتوقع دكتورة عندها ممكن تكون في كثير من الفوائد الاقتصادية والمنافع لو تم تمكين المرأة. نعم. وأفردت لها مساحة أكثر في المجتمع. نعم، هذا الأمر إحنا حكيناه وعالجناه في قبل يومين في مؤتمر عن الشركة العمالية اللي قاعدة عم تدعم المرأة وتدعم المشاريع الصغيرة الموجودة في البيوت. هلأ بتلاقي كثير من النساء بقول لك أنا حابب إني أدعم زوجي، أدعم أخوي، أدعم أبوي، بس ما بقدر أطلع من البيت. هاي الشركة العمالية شو عملت؟ كانت تعطي قروض صغيرة للنساء العاملات ربات البيوت في البيت يشتغلوا الأمور الخزفية، الأمور اليدوية، وإنه ممكن إنه يبيعوها وهن يسوقوا لهم إياها، وإنها تجيب مردود جيد رائع، جزء منه لها وجزء منهم للشركة العمالية اللي هي دعمتها بقروض محسنة أو قروض متوسطة الأجل. إحنا بندعم هاي المشاريع الشبابية، بندعم أي مشروع إحنا بيؤدي إلى تطوير المرأة، حتى إنها بتساهم في
دعم عجلة الاقتصاد ودعم زوجها، دعم أولادها، دعم بيتها، لأنه بتعرفي مثل ما أنت شايفة الحياة الاقتصادية والتضخم الاقتصادي ليس فقط في منطقة واحدة من الدول العربية، في جميع العالم، في أمريكا في تضخم اقتصادي، في الصين، في الأردن، في السودان، في كل دولنا العربية. فأنا برأيي أن المرأة يجب أن تكون يدا بيد مع زوجها، أن تعمل من هاي الأعمال الخزفية اليدوية البسيطة اللي عقدر استطاعتها. هناك كمان من الأعمال الجلدية اللي إحنا ناقشنا فيها هذا المؤتمر، كمان المؤتمر اللي كان في الأسبوع الماضي بدعم من البنك المركزي السوداني وبدعم من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا وبدعم من بنك التنمية للأسرة والمجتمع، إنه كانوا يقوموا النساء بحقائب يدوية من الجلود وجميلة جدا جدا ومحفورة بتقاليد وعادات سودانية رائعة جدا جميلة. أنا حقيقة اشتريت منها قد ما هي جميلة وبأسعار رخيصة جدا تدعم، وهي جلدي يعني وجلدي، بس كان في دعم من زي ما حكينا من الشركة العمالية إنها بتأمن لها الأدوات، بتأمن لها دعم مالي كامل، كان التمويل الأصغر، التمويل الأصغر دعم مالي كامل منهم على أساس إنها أي هي أي شيء بحاجة إله للتمويل للعمل كان إنها تقدر تشتغله. في ناس كانوا يعملوا حلويات من البيت ويقولوا إنه بيصدروا بيعطوا لمصانع كبيرة من الحلويات وبودوا له، من بيعملوهم على شكل إيديهم وبتنخبز في مصانع كبيرة. أيوه. كمان هاي كان بدعم من الشركة العمالية. شوفي قد إيه بتدعم المرأة المجتمع، شوفي قد إيه بتدعم بيتها لما هي بتسوق هذه الأمور وبتجيب فلوس أو من نواحي المالية. تجارة ممكن تكون مربحة وهي بتدير عملها من خلال منزلها. نعم. أو من خلال صفحات في الانترنت هي عاملها. نعم. ناحية تانية حكيتها كتير حلو بدي أحكيها أنا هايلين، إنه من خلال كمان مواقع للويب سايت من داتا انتري إدخال البيانات تقدر المرأة كمان تشتغل في أمور التكنولوجيا. صحيح. كمان كانت الشركة العمالية لها دور كبير في هذا الموضوع للنساء اللي عندهم يكونوا انترستد أو فهمانين كتير في أمور التكنولوجيا وبيشتغلوا على الكمبيوتر، ممكن وهي قاعدة في بيتها مرتاحة لا بتطلع ولا بتيجي، وهي حريصة على إنها تكون بجنب أولادها وبيتها إنها تشتغل من داخل البيت وتجيب جميل. مردود مالي كويس. صحيح. جميل. نحن معنا أيضا امرأة عبر الخط سين. السلام عليكم، صباح الخير. صاد صاد وسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يلا عليكم. عليكم السلام. أهلا بك، بس وطي لنا التلفزيون شوية وأبعدي منه يا ريت يعني عشان نقدر نسمعك وتوصلي لنا رسالتك. والله أنا بحييكم وحيي دكتورة رندا. نحن كمان بنحييكي. الله يسلمك يا رب ويحييكي. أنا بحييكم وبحيي دكتورة رندا. التلفزيون التلفزيون يا ريت تكفليه ووطيه وأطلعي من الغرفة اللي فيها التلفزيون عشان نقدر نسمعك. خلاص خلينا ناس البيت يسمعوكي وانت كلمينا من التلفون. يلا تفضلي. يلا تفضلي. احنا اليوم بنتكلم عن للمرة الثالثة. انا بحييكم وبحيي دكتورة رندا. الله يخليك يا رب. الله يبارك فيك والله. وأولا عندي مداخلة يعني بسيطة ما يعني تفضلي. الله يبارك فيك. يعني انا متابعاكم ومتابعة حتى يعني المرأة لكن ما يعني لسه يعني مع انه تمكين المراه دي يعني انا عايزه ما اعرفها ما شايفاها انها كبيره شديده الكلمه دي على المراه يعني هي يعني زي انه تساوي المراه مع الرجل. يلا وانا بقول انه المراه لا يمكن انها هي تساوي مع الرجل يعني لانه اصلا يعني حتى في كتاب الله ربنا بقول للذكر مثل حظ الانثيين. طيب الميراث وفي اشياء يعني اخرى مهما كان يعني مهما كان المرأة ما زي الرجل يعني في كل شيء. لكن كمان يعني أنا بشوف إنه مثلا لو كان يعني أنا سمحت حتى بقوله إنه ممكن هي تبقى يعني مازون يعني في الغضاء يعني مع إنها هي يعني عندها ضحف لكن كمان ما كل التمكين يعني يعني كيف إنه مثلا يعني المرأة يعني حتى تصل لإنها هي يعني يعني تبقى في إنها هي مثلا يعني تعجب. يلا انا في امور معلش يا صاد في امور معلش نحن القران والشرع نص عليها وعندها، لكن كون انه المراه ما يكون عندها تمكين في المجتمع ودورها في المجتمع قد دكتوره رندا تورينا ان هي بتتفق معاكي ولا لا، لكن نحن ما بننكر المجهود اللي هي بتعمله. لا ما ننكره لكن ما معاك انا يعني لكن كمان يعني ما كل التمكين يعني دكتوره رندا يا ريت تردي ليها صاد يعني تسلم يا يعني أنا بحييك يا أستاذتي الغالية على سؤالها وهذا سؤال أكيد في ذهن كل واحدة من النساء إنه كيف صحيح. أنا هل هي المطلوب المساواة أم العدالة؟ إحنا حقيقة في ديننا الحنيف مطلوب منا العدالة،
مستحيل انك انت تساوي المرأة صحيح. في كل الواجبات مع الرجل، معروف الرجال قوامون على النساء نعم. وللرجل مثل حظ الانثيين. احنا بنحكي العدالة انه انا اخذ حقوقي واعمل واجباتي. نفس الاشي بالنسبة للرجل، ياخذ حقوقه ويعطي واجباته المنوط فيها. لكن بالنسبة المساواة اللي انا قلتها، مثلا تنين في نفس المركز، هذا مدير عام وهذا مدير عام، ليش أعطي للرجل مثلا أنا راتب أكثر من المرأة وهن التنين عم بيبذلوا نفس الجهد؟ أنا هون حكيت تكون مساواة أيوة. لكن ما حكيت المساواة نهائيا على الإطلاق في كل مناحي الحياة. بالعكس أنا حكيت أنه نرجع لديننا الحنيف، ديننا نعم. الرائع اللي علمنا إياه، إحنا كلياتنا بناخذ من مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خير قدوة إلنا في أنه علمنا شو الأشياء اللي لازم تتمكن فيها المرأة، كيف يتم تمكين المرأة، ما هي الواجبات والحقوق اللي عليك يا إنسانة يا كمرأة، وما هي الواجبات والحقوق اللي عليك كرجل أنت أيضا. نعم. حتى احنا في احدى المؤتمرات اللي كانت في الامم المتحده قبل شهر، اذا انتم حضرتوا على اليوتيوبات كثير كنا نحضر، انه مستحيل احنا نقول انه لازم يكون هناك مساواه بين الرجل والمراه، ما في هناك مساواه واحنا بنرفضها. احنا بنعرف انه احنا اصلا المراه بتقعد معززه مكرمه في بيتها، بجيب لها رجلها كل الامور اللي هي بحاجه إلها. احنا لما بنطلع بنشتغل يعني هذا تبرع وتقدير لنا لرجالنا عشان لابائنا، هي نفسها المراه تحس بذاتها، لكن هو غير مطلوب منها صح. من ناحيه شرعيه مش مطلوب، انت مطلوب منك اللي قاعدة بس لأولادك وتربيتهم ولزوجك صحيح. ويجب لك كافة مناحي الحياة، هاي معناها قوامين. أما أنت إذا طلعتي واشتغلتي فهذا كتر الله خيرك، إحنا بنسميها يعني ما بيعفي الرجل من مسؤوليته يعني. يعني ما بيعفي الرجل من مسؤوليته، ما بيعفيها، لا بالعكس انت أيوة بتساعدي نعم. انت بتساعدي هاي لي بالعكس، فما انا بساعدك كمان بدك تعفي من مسؤولياتك، هذا شيء رائع جدا. التمكين اللي انا بقول فيها لهالايام صارت مع الحروب اللي قاعده عم بتصير، والرجال بتعرفي مع ضغط الحياه، وفاة الرجال كثير، وبتلاقي زوجها مثلا ترملت عنه، او ابوها توفى او اخوها توفى وهي بقيت لحالها، مين يصرف عليها؟ انا هاي اللي بقوله نعم. فيجب تحسين المراه وتعليمها، لما هي تتعلم ممكن تلاقي لها شغله هي تقدر تقتدر تاكل منها. لانه اذا كان هو المعيل الوحيد لها زوجها او ابوها واخوها وتوفى لا سمح الله، شو بدها تعمل؟ تضلها قاعده لا تاكل ولا تشرب، لازم انها تتحرك صحيح. في الحياه، هذا معنى التمكين اللي احنا نطلبه. التمكين في مناحي عديده، انه انت لما اولادك بشوفوكي بتطلعي بتشتغلي بتتعلمي بتتثقفي وترجعي لهم بثقافه مختلفه متجدده، بتكون عقليتك منفتحه للعالم، ما بتضلي داخل الاربع حيطان اللي انت شايفه الناس فيها. حتى ابنائك لك في البيت او اخوانك بتختلف يعني بالزبط. النظره ذاتها بتكون مختلفه بالضبط، بشوفوك انك انت صرتي منتجه، صرتي انت مو قاعده في البيت بس فقط لدور انك بتنتظريهم ليجوا من المدرسه، في فتره غيابهم على المدرسه بتطلعي اشتغلي، انا برجع كنت مع رجوعهم مثلا من المدرسه، ارجع احضر لهم الاكل، ادرسهم، اثقفهم، واقول لهم من الاشي اللي انا شفته برا طيل فتره شغلي برا، انا يمكن اشوف تجارب واجي اعرضها على اولادي، اعطيتهم اياها دروس في الحياه صح ولا لا صحيح. فهذا لا يعفي الرجل من مسؤولياته لما المراه تطلع تشتغل، على العكس، وانما هو مش مطلوب كمان من المراه انها تشتغل، احنا العداله اللي بنطالب فيها. اما المساواه من نواحي الرواتب، من نواحي النظره للمراه، تحكي بحريه، تحكي رايها، ليه دائما المراه مهضوم حقها في انها تحكي الراي في كل مكان. يجب ان يحترم، فهذا مش موجود في جميع الدول العربيه حقيقه، واحنا اللي بنناشد فيه وبنحكي فيه، هذا معنى التمكين، التمكين الاجتماعي، خليها تاخذ حقها، الدور اللي لازم انها تاخذ فيه والمنوط فيه برايها وتعبر عن رايها في كل الامور الحياتيه. التحيه لصاد، يعني حتى حكيف معك في المساله بتاعت ان احنا لو لا. رجعنا للدين ورجعنا لله سبحانه وتعالى، هي يعني بس اتطرقت لمساله يمكن الميراث للذكر مثل حظ الانثيين، لكن لما نجي عند العقوبات المفروضه بنلاقي انه هي من رب العالمين في مساواه ما بين المراه والرجل، العقاب هو واحد سواء كان ذكر او انثى صحيح. فدي صحيح. العداله الربانيه، لكن زي ما قلت لك دكتوره رندا، احنا بنطالب بحق المراه في المجتمع. ويمكن شفنا الآن المرأة أصبحت طبيبة، معلمة، رائد فضاء، حتى مجالات الصعبة اللي كانت تصعب على المرأة صحيح. بما فيهن المجالات الهندسة الميكانيكية، لقينا أن المرأة قادرة أنها يعني تضع بصمتها على الأقل في المجتمع الحواليها. نحن خلينا نستقبل الاتصال. مريم صباح الخير. صباح النور، تسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نحن سعيدين أنه اليوم كله يكون يعني الأول حلقة اللي نحن بتكلم عنها تحديدا تمكين المرأة، يكون النساء هم الأغلب في الاتصال. صباح الخير عليك. أنا عايزة رجل عشان يشوفه من منظور جندر شديدة. كيف حالك؟ اتفضلي. يلا أنا بشكر دكتورة رندا وعلى الكلام الرائع، وبقول إنه الإسلام كرم المرأة أيام التكريم صحيح. وما في عقيدة كرمت المرأة كالعقيدة الإسلامية السمحة، بقت المرأة احترمت المرأة كأم وكأخت وكعمة وكخالة، احترمت المرأة في كل مجالات الحياة صحيح.
صحيح. يا يلا هنا احنا محتاجين لتعليم المراه تعليم واعي يمكينا من ترتيب اولوياتها. يعني شو المقدم الاول شنو يعني؟ يعني انا الليله المراه في البيت بحتاج لها انه تربي لي اولاد، بحتاج لها انها تدعم الزوج، بحتاج لها انه تطلع لي جيل يقدر يشم اسم المجتمع. ده الدور المطلوب من المرأة كدور أساسي. يلا التعليم هو الأساس، نحن محتاجين الآن لتعليم، تعليم واعي، مرأة واعية، مرأة مثقفة. ما شاء الله يعني الأستاذة كرم، ما شاء الله ما شاء الله عليكم، الله سبحانه وتعالى يوفقكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسلمي إن شاء الله يا مريم. شكرا مريم، كتر خيرك. واضح الكلام بالنسبة لك؟ انه هي بتحكي عن تعليم يعني المراه، بتحكي عن تعليم المراه. نعم. لانه قالت المراه لما تتعلم هي نعم. بتكون مسانده لزوجها، مسانده لابنها. نعم. تربيتها بتكون مختلفه. احنا بنفس المحور استاذه مريم، يعني بشكرك على تعبر على كلامك. نعم. هي عم تثني على الكلام اللي احنا حكيناه، انه اهم شيء فعلا انه انت تعلمي المراه، انك تثقفيها، لا تخليها دائما موجوده بس في بين اربع حيطان، وانت وظيفتك فقط الطبخ، او لما يجوا اولادك شو تعمل فيهم. احسني تربيتهم، ربيهم. نعم. في هاي الفتره انت تثقفي، اقراي، اذا ما بدك تطلعي تدرسي افتحي على الانترنت، شوفي هالمحور الخارجي، العالم كيف يتغير. لا تضلي انه اذا اجى جاب لك ابنك اي معلومه جديده من برا تقولي ما انا ما بطلع، ما بعرف شو قاعد موجود برا. لازم تنفتحي على العالم وتتعلمي وتشوفي شو هو موجود من تجاربك اللي انت عم تسقليها لك لنفسك. اسقليها لاولادك، اسقليها لبيتك، لاخوانك، اعطي تجاربك للناس، ما تضلي محصوره ضمن نطاق معين. احنا هذا دائما بننادي في المراه. يعني كثير انا لقيت من التجارب العربيه انه هالنساء الغير عاملات محدودات في التفكير، التفكير ضيق حتى كمان. لو متعلمة يا دكتورة رندا، فلما تقعد في البيت بتحس انه خلاص يعني اصبحت انتهت مستسلمة. مستسلمة. فليه هاي يعني الاستسلام؟ انا ما بدي، بالعكس بدي ازرع كل الحب، كل التفاؤل. احنا دائما متعلمين منا المشاهدين انه احنا بنعطي التفاؤل، بنعطي الحب في صباحات طيبة جميلة. كيف وجودكم يعني اجمل صباح معاكم، يعني البوحي بالتفاؤل. يعني انتم نساء عاملات ولكم كل التحية والفخر والاعتزاز، والمرأة بتظهر باجمل ظهور أمام الشاشة. فليه ما نعطي هذا الجمال اللي لازم تكون فيه المرأة العربية؟ أنتوا كقدوة لكل مرأة عربية في العالم العربي حقيقة. فأنا هذا اللي بنادي فيه. حتى لو قعدتي في البيت، جيبي كتب وإقرأي، طلعي على الإنترنت، شوفي آخر المستجدات اللي نزلت كمان على الساحة من العلم. نعم. من الثقافة، من التكنولوجيا، وعلميها لأبنائك. ما تصيري أي إشي مثلا حكوا الجارات إشي، حكوا صحباتك إشي أو خواتك، تكوني كأنك أول مرة بتسمعي هذا غلط. طلعي على الجرائد اللي بتنزل، طلعي على الأخبار اللي بتطلع، على البرامج الثقافية والعلمية. ما خلت إشي الميديا اليوم، التواصل الاجتماعي صار الإشي قبل ما بينزل عليها. وهذا جميل. صحيح. قرب العالم، صار العالم زي قرية صغيرة تقدري تحميها بين إيديكي. أكيد هذا هو المنادي فيه المرأة ومناشدها فيه. التحية لكل مرأة حقيقة. يا ريت يا مرأة أنك تتعلم بكل نواحي الحياة. نعم، التحية لكل مرأة. وزمان أول الناس بتقول إنه المرأة نصف المجتمع، فأنا أصبحت أقول المرأة كل المجتمع، لا يصلح المجتمع بدونه. وكثير من النساء هم الآن قدروا طلعوا لنا رجال نحن شايفينهم الآن وبنعتز بهم، كانت خلفهم امرأة. والرسول وصانا كمان على المرأة رفقا بالقوارير، وما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. صحيح. شكرا ومقدرين لوجودك اليوم. الله يخليكم، سعدنا بالمساحة دي، ونشوفك إن شاء الله في مساحات مختلفة. الله يخليكم. يعني كلمة أخيرة، إنه للمرأة تحية وفخر واعتزاز لكل مرأة عربية أينما وجدت في العالم العربي. أنت سفيرة بلدك أينما وجدتي، تحلي بالأخلاق الإسلامية العالية. نعم. وبالعادات والتقاليد اللي إحنا لازم نكون فيها في أي مكان عربي إحنا بنروح فيه. اطلع من بوتقة الحصار اللي أنت فيه وتعلمي وتثقفي، واعطي هاي الثقافة لأبنائك، للمجتمع، خليه يستفيد منها. أينما وجدتي تزرعين الأمل وتزرعين الورد. فشكرا لكم وصباحات طيبة رائعة. شكرا. صباحك طيب إن شاء الله ويومك سعيد بإذن الله. شكرا جزيلا دكتورة رندا عميري، مستشار بوزارة الخارجية الأردنية. وتحية لكل امرأة بتابعنا الآن في صباحات طيبة، تحية لكل امرأة عربية، ووراء كل رجل عظيم امرأة.